زي ما كابتن عماد النحاس بيتكلم هتكون مباراه صعبه داخل الملعب، لكن عندنا مباراه تانية خارج الخطوط، كولر السويسري امام خوسيه ريفيرو الاسباني، الاثنين مدربين كبار والارقام متقاربه كمان في البطولات. يمكن المباراه صعبه طبعا، المدرب بتاعهم مدرب كويس جدا خوسيه ريفيرو الاسباني، يمكن لو عملنا مقارنه ما بينهم لو استعرضناها هنلاقي ان كولر ماسك الاهلي الاثنين تقريبا ماسكين من سنتين. كولر ماسك الاهلي من 9 سبتمبر 2022، خوسيه ريفيرو ماسك من 1 يوليو 2022، يعني فرق شهرين. النادي الاهلي لعب مع كولر قدامنا على الشاشه اهي، لعب مع كولر 132 مباراه، كسب 93، اتعادل 28، خسر 11 مباراه بس. خوسيه ريفيرو مع فريق اورلاندو لعب 102، كسب 63 ماتش، اتعادل 17، خسر 22 مباراه. ارقام برضو بتدل ان هم عندهم نسبه فوز كويسه، لو جبنا بعد كده نسبه الفوز هنلاقي النادي الاهلي نسبه الفوز مع كولر 70.4%، يعني 70.4%، يعني تقريبا 70.5%. الاورلاندو المدرب اورلاندو 61.7%، يعني تقريبا 62%، وده رقم كويس. الاهلي مع كولر احرز 249 هدف، لكن مدرب مع اورلاندو 180 معدل احراز الاهداف. بص على الرقم ده مهم جدا، الاثنين متساوي 1.8 و1.7، دليل ان هم كورتهم هجوميه، فرقه هجوميه وبتعرف تسجل اهداف كتير. استقبال الاهداف 82 مقابل 84، الحصول على بطولات، كولر جاب 11 بطوله والمدرب جاب 5 بطولات مع الفرقه دي. طبعا اخذ كاس اسمه النيت بانك اللي هو اللي هم الثمانيه الكبار في جنوب افريقيا، اخذ الكاس ده 3 مرات على التوالي، ودي اول مره فرقه في جنوب افريقيا تاخد الكاس ده 3 سنين متتاليه. اخذ بطولتين كمان، يعني واخد بطولات كتير مع الفرقه دي، 5 بطولات. فلا مواجهه صعبه، والارقام بتقول كده، بتقول ان هم فرقه هجوميه ولكن برضو عندهم مشاكل دفاعيه هنتكلم عليها دلوقتي. هنتكلم عنها. عايز اروح